خلال زياراتنا الميدانية إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع المثنى، لديها عدة مواقع ولديها خزن متنوع، خزن في سايلو اللي هو نظامي اللي طاقته 10,000 طن، كذلك عندهم بناكر أو ما يسمى الأحواض اللي يعني تغطى رسميا، وساحات عشوائية وفي مخازن عشوائية. الحقيقة احنا اطلعنا على نوع الخزن، كان موضوعنا في نوع الخزن. الآن يعني مع سحب المطاحن الوجبة احنا عندنا في محافظة المثنى الغذائية 10,000 طن، تحديدا 10,800 طن شهريا. فلذلك الآن اليوم رصيدي الموجود عندنا في محافظة المثنى في شركة العامة لتجارة الحبوب فرع المثنى حوالي 163,000 طن. هذه الطاقة الاستيعابية يعني كخزن نظامي بحدود 60,000 طن أو 65,000 طن، فبالتالي عندنا 100,000 طن هي خزن غير نظامي. سألنا يابا شنو الحلول اللي عندكم وزارة التجارة، قالوا احنا نعتمد على المناقلة، والآن احنا ما مشمولين بالمناقلة. احنا يعني نتخوف من يعني موسم الشتاء، وإذا كان يعني الخزن بهذه الصورة فهذا يعني غير صحيح ومعرض للتلف. بالتالي احنا سايلو قديم متهالك، سايلو روسي انبنى في سنة 80-81 وطاقته 10,000 طن، واحنا حلول يعني استراتيجية ما جاي نشوف عند وزارة التجارة. لذلك احنا كحكومة محلية نكون نتعاون مع وزارة التجارة ونناشدها بأنه تكون لديها إجراءات يعني حقيقية وسريعة لتأمين الخزين الاستراتيجي. إذا الخزن بهذه الطريقة احنا ما شفنا اكو حلول، وما موجود مناقلة لسيلوات أخرى في محافظات أخرى، أو مثلا يتحول إلى مثل محافظة البصرة اللي هي الوجبة التموينية 38,000 طن بحدود 38,000 طن، إذا ما صار مناقلات أو توفير خزن نظامي نعم معرضة للتلف. Thank you.